للا بلوس سيليبريتيز. لا فورماسيون الاولى اللي درت هي الموسيقى. قبل ما نبدا القرايه كانت عندي هوايه في سن 5 سنين. 5 سنين كنت بديت، يعني تنقول لك 1982، يعني عمر الموسيقى. عاد بديت القرايه كقاع المغاربه، قريت في المخزن عادي، خديت الباك ديالي، دخلت درت انجينيور ان انفورماتيك. دابا جو في انجينيور ان انفورماتيك في 1999، ولكن في هذيك الفتره كلها ديال القرايه الدراسه كنت مصاحب مع الموسيقى. انا الشركه الاولى اللي اشتغلت فيها في انجينيور خدمت فيها 2 عام، ولقيت ما لقيتش راسي اولا، ثانيا ما عطونيش حقي كمهندس دوله الإعلاميات. أنا ذاك خدمت 2000 كاملة و2001، خرجت في الأخر 2001، يعني 2 عام. من ثم ما عودش خدمت في شركة، حتى اشتغلت في الشركة ديالي هي استوديو ديالي. الوضع الموسيقي في جائحة كورونا وضع مزري، بزاف الموسيقيين مساكن عناو، كاين اللي باع عائلته، كاين اللي هاي هو كاع واخا يبيع آلته مهما كان ثمنها، ما غاديش تفوت كاع أغلى آلة هي الأورغ، ما غاديش تفوت واحد 10,000 ولا 15,000 درهم للإشارة. أنه هاد بلا قلت أنا ما عنديش بطاقة فنان. علاش؟ ما عطاوهاليش. طلبتها؟ بيان سور طلبت في بطاقة فنان وما عطاوهاليش، كلشي كيتسنى. ما عرفتش واش خصني نسولهم واش أنا فنان ولا ماشي فنان. كورونا ما فنانش، ماشي علاش ما طلعش. ممكن نمشي نقرا شويه باش ناخذ بطاقه فنان. 2007 خديت ديبلوم ديال الاوديو فيزيوال، والحمد لله دابا في 2019 خديت ديبلوم ديال الاخراج. اول مره نقولها في هذا المنبر. دابا كنوجد واحد 3 ديال لي كور ميتراج، 3 ديال لي كور، وواحد فيهم ان شاء الله راه غادي نكون فيه اكتور رياليزاتور. جوج غادي نخدم فيهم غير الانتاج على حساب الشركه. كنت في الاول كندير دي فيديو ديال الموسيقى، ما كانش شعري طويل. من بعد منين عرفت راسي خصني غادي ندخل التلفازه والاعلام وداكشي، هادي كتسمى، لانه انا قاري الماركتينغ، كتسمى لو لوغو ديال شي واحد باش يتميز. اغلبيه الموسيقيين ما كيتذكرش سميتهم، ياك تيكون ديما من مورا الفنان. هذه فكرة ذكية باش كتبقى عندك واحد الطابع، يعني لوغو ديالك، كيقولوا داك الدري اللي شعره طويل مول اللحية. وكنحاول نكون أب، يعني كنحاول نتقرب من وليداتي، ونحاول أنني نكون أب، لأنه المهنة ديالنا صعيبة بزاف من ناحيه الوقت، ماشي صعيبه من ناحيه شي حاجه اخرى، من ناحيه الوقت. ديما عندك دير بحال شي طبيب، انا امبروفيز تقدر تخدم، انا امبروفيز تقدر دير. كنحاول نكون اب، واب صالح ان شاء الله. 4 الوليدات، ولاد ولا بنات؟ جوج ولاد جوج بنات، لو شوا دي غوا. بالدارجه تنقولوا كاملين واش عندك الطابع، هي الفيزا راه هذا النجاح، ولا الخدمة، ولا أنك توصل للأهداف ديالك، راه مرضات الوالدين. للا بلوس سيليبريتيز.